والآن مع سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهو يرقي أحد المرضى. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل محمد إنك حميد مجيد. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أهد بباس رب الناس، واشف عند الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا شفاء. اللهم رب الناس، أهد بباس، واشف عند الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر. اللهم رب الناس، أهد بالبأس، واشف عند الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر. بسم الله يرقيك من كل شر، من شر كل نفس أو عين حاسد. الله بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد. بسم الله يرقيك من كل شيء، من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. بسم الله، ما شاء الله ولا يصف سوى الله، ما شاء الله ولا يصف سوى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله ولا يصف سوى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ ولا حول ولا قوة، ما شاء الله كان وما لم يشأ ولا حول. فاللهم اشفه وعافه، فاللهم اشفه وعافه، فاللهم اشفه وعافه، فاللهم صل وسلم على النبي، فاللهم صل وسلم. الله يعافينا ويعافي المسلمين. والآن